السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الجولة، يعني جولة رائعة، وكنتمنى أن هذه الجولة هذه تعجبكم. هذه الجولة هذه في مدينة لافال، هذا سنتر داشال اسم ديالو كارفور لافال على غيف نور دو موريال، وخديت لكم لقطات كذلك من سنتر ماي شامبلان على غيف سود دو موريال. وكنتمنى أن هذه الجولة هذه البنات تعجبكم، لأنها جولة رائعة، وإن شاء الله كنقول لكم أن هذه الجولة هذه فيها بزاف ما يكشف، وهذا الشيء اللي غنقول لكم البنات، وهنتم معايا حتى تفرجوا معايا في هذه الجولة هذه. هذه الجولة هذه خديتها في لافان سيمين، كنت خرجت لهذا سنتر داشا وخديت منه هذه اللقطات هذه من المجازات اللي موجودين في هذا السنتر هذا. وهذا الشيء اللي غنقول لكم، وهنتم معايا حتى للنهايه البنات. كنتمنى انكم يعني ما تنسونيش من لي لايك ومن لي جيم ومن لي كومونتير، لانكم وليتو كتنساوني بزاف. واش غنقول لكم؟ شكرا ليكم كاع البنات اللي انضموا مؤخرا للقناه ملكة غوسيت، كنقول لكم شكرا شكرا ليكم، لان تعليقكم يعني رائعه. وهذا الشيء اللي غنقول لكم، والى اللقاء ان شاء الله، وهانتم معايا ان شاء الله في هذه الجوله هذه حتى النهايه، لان فيها ما يتشاف البنات. تفرجوا فيها وديروا جيم كومونتير ابوني، والى اللقاء ان شاء الله في جوله قادمه ان شاء الله.